أفادت وزارة الإعلام الكويتية السبت بوقوع زلزال شدته 5 درجات في الكويت، مضيفة أنه لم تسجل أي أضرار جراء الهزة الأرضية. وقالت الوزارة على تويتر: سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي، وقد حدث ذلك في تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت دولة الكويت. كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أي أضرار نتيجة الزلزال. وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها فجر اليوم بأنه قد تم تلقي عدة بلاغات من سكان المنطقة الجنوبية بالبلاد حول الهزة الأرضية، وأوضحت أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار، مؤكدة أن البلاغات كانت فقط بغرض الاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.